النهاردة هنحل مع بعض امتحان الترم بتاع فول سيمستر 2023-2024، الترم اللي فات. الامتحان هيبقى مدته الترم ده ساعتين مش ساعة ونص، لكن امتحان الترم اللي فات كان ساعة ونص. الامتحان بيبقى جزئين، الجزء الأول MCQ Multiple Choice Questions، والجزء الثاني بيبقى Essay Problems، بيبقى مسائل زي اللي انتوا شفتوها في المحاضرات بشكل أمثلة محلولة. طيب، أول سؤال في الميد تيرم هنا كان بيقول لي The base SI unit of electric charge. صراحة الامتحان ده في شابتر 18 أو شابتر 16، شابتر 16، ولكن هو كان على اليونتس. فإحنا عارفين إن وحدة القياس بتاعت الشحنة الكهربية سوري الشحنة الكهربية وحدة القياس هي الكولوم، ولكن الهدف هنا من السؤال علشان أبين لك في فرق ما بين نقول بيز اس اي يونت وما بين كلمة اس اي يونت لوحدها. في النظام الدولي الاس اي يونت بتاعت الالكتريك تشارج هي الكولوم، بنقيس الشحنة الكهربية بالكولوم، زي ما بنشوف برضو بقيس وحدة قياس الفورس بايه؟ بالنيوتن. انما لما اجي اقول البيز اس اي يونت يبقى انا عايزك تقول لي هو النيوتن ده بنقدر نعبر عنه بالبيز اس اي يونتس كام؟ يبقى كيلو جرام متر على الثانية تربيع. وهنا برضو نفس الكلام، الاس اي يونت اوف الكتريك تشارج از كولوم، ولكن البيز اس اي يونت هنا امبير في سكند، يبقى هنا هتبقى امبير في سكند هي الاجابة الصح. ليه؟ عشان هنا خلي بالك من الايه، كلمه بيز دي هي دي اللي خلتني اختار امبير في سكند بدل ما اختار كولوم. طيب اللي بعده بيقول لي if the resultant force، لو القوه اللي بتاثر acting on moving body، اللي بتاثر على جسم بيتحرك، if the resultant force acting on a moving body of constant mass is decreasing، لو جسم بيتحرك وفي قوة عليه والقوة دي بتقل، ده معناه ان المومنتم is increasing ولا always zero ولا constant ولا decreasing. تعال نشوف كده. هنا بيقول لي ان في تغير في القوة وفي تغير في المومنتم. كانت ايه علاقة القوة بالمومنتم؟ انا كنت عارف ان الدلتا بي بتساوي ايه، الفورس في الدلتا تي. يبقى لو القوة قلت معناها ان التغير في المومنتم هيحصل له ايه؟ هيقل. دي هنا القانون، القانون بيقول لي ان سيجما فورس في الدلتا تي او مجموع الفورسز في الدلتا تي بتساوي المومنتم في التغير في المومنتم او دلتا بي او مومنتم فاينل ماينس المومنتم انيشي. يبقى هنا الاجابه هتبقى ديكريزنج. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي the term force most accurately describes، هي القوه بتعبر عن ايه؟ هل القوة بتعبر عن the quantity that change the velocity of an object، ولا the inertia of an object، ولا the quantity that keeps an object moving، ولا the mass of an object؟ طيب أولا القوة لا ينفع تعبر لي عن الكتلة، ولا ينفع تعبر لي عن الانيرشيا. الانيرشيا اللي هي برضو احنا زي ما قلناها طاقة السكون، او احنا بنسميها القصور الذاتي. يبقى عندي دي ودي هنستبعدهم. يبقى بقى عندي حاجتين، هل هي القوة اللي بتغير سرعة الجسم، ولا هي القوة اللي بتخلي الجسم يستمر يتحرك؟ اولا احنا قلنا ممكن جدا يكون الجسم بيتحرك ويظل يتحرك، لا
لو القوة اللي عليه بصفر، يبقى إذن الجسم مش محتاج يكون عليه قوة عشان يظل يتحرك، يمكن يكون هو بيتحرك وفي حالة اتزان، فبالتالي مجموع القوة عليه بصفر. يبقى أنا ما أقدرش أقول إن القوة هي quantity that keeps object moving، ولكن القوة هي اللي بتحدث لي تغير في سرعة الجسم. ليه؟ القوة عبارة عن إيه؟ mass في acceleration. الاكسلريشن هي دلتا في على دلتا تي، يبقى هنا القوة هي عبارة عن quantity that change the velocity of an object، هي القوة اللي بتغير لي سرعة الجسم. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي which of the following is not a physical quantity that corresponds to a base or fundamental unit in international system of unit. الجدول بتاع شابتر 1 بيقول لي ايه من الكميات دي اللي ما اقدرش اقول عليه base او fundamental quantity او base SI international unit. temperature لا موجودة في الجدول، الforce ولا luminous intensity ولا electric current. الاربع كميات دول موجودين عندي في الجدول بتوع البيز اس اي كوانتيتيز، ولكن الحاجه الوحيده اللي مش موجوده هي الفورس. يبقى الفورس ده مش واحده من الكميات الاساسيه اللي موجوده عندي في الاس اي سيستم. السؤال اللي بعده بيقول لي، السؤال ده جالكوا في الكويز اللي فات، بيقول لي ايه؟ بيقول لي two blocks of unequal masses are connected by an ideal cord that doesn't stretch and passes over an ideal body, which is true concerning the acceleration of the blocks and net force acting on the blocks. أنا عندي كتلتين هنا unequal masses، خلي بالك من الحتة دي، connected by an ideal cord، متوصلين by ideal cord وباصز over an ideal body. إيه اللي هيكون صح في العبارات دي بخصوص الacceleration والنت فورس؟ اولا احنا قلنا كل الكونكتد اوبجكتس سواء متوصلين بايديال كورد او وبيمر على بولي، او متوصلين بايديال كورد ومحطوطين في وضع افقي، ليهم نفس الاكسلريشن حتى لو كتلهم مختلفه. يبقى انا هروح استبعد كل الاختيارات اللي بتقول لي ان الكونكتد اوبجكتس دول مالهمش نفس الاكسلريشن. اكسلريشن ايكوال A خليها معانا، اكسلريشن ايكوال B خليها معانا، اكسلريشن ان ايكوال في السي والدي، يبقى انا هستبعد السي والدودو خالص، مش هاخدهم معايا في الاختيار. يبقى انا هقول اكسلريشن ايكوال ان ماجنتيود والنت فورس ايكوال ان ماجنتيود كمان. هنا هي النت فورس بتساوي ايه؟ بتساوي الماس في الاكسلريشن. هي الاكسلريشنز متساويه، ولكن هنا هو ايه اللي ان ايكوال ماسز، يبقى النت فورس الاولى هتساوي النت فورس الثانيه ولا لا؟ مش هتساويها، لان ايه في هنا ان ايكوال ماسز، يبقى الاجابه هتبقى رقم بي. الاكسلريشن متساويه في الماجنتيود، ولكن النت فورس ان ايكوال فين؟ في الماجنتيود. ليه؟ علشان النت فورس بتساوي الماس في الاكسلريشن، وانت عندك هنا الماسز مش متساويه. طيب سؤال رقم 6 بيقول لي if x is length، x ده طول و t is time، و t زمن، the unit of variable b in equation، مديلي معادله بتقول لي x بتساوي نص acceleration في time square زائد b t اس 4 is. معادلة بتربط ما بين x اللي هو اللينس الطول والاكسلريشن والتايم، ومديني فيها كمان variable معرفوش t b. بيقول لي هيبقى وحدة قياسه ايه؟ احنا قلنا هنا انت بتستخدم الايه الدايمنشنال اناليسز علشان تقدر تستنتج، اولا قلنا ليه فائدتين، علشان تقدر تستنتج ب الانون كوانتيتيز او الانون فيزيكال كوانتيتيز في المعادله بتاعتك، او تقدر تقول لي ان المعادله دي ينفع تبقى مظبوطه. طيب هو هنا بيقول لي ان الايكويشن دي مظبوطه، ولكن انا عايز استنتج وحده قياس البي. هنا انا عارف ان ده وحده قياسه
طول. طيب تعالوا كده نكتبها بالراحة مع بعض. انا عندي لينس طيب خلونا نكتب الحل بتاعنا هنا. هقول ان اللينس بتاعي يساوي اكيد لينس بلس لينس. الطول بتاعي اكيد هيساوي طول زائد طول. هو الطول ده ينفع يبقى مجموع حاجتين غير مجموع اطوال؟ طيب اذا كانت دي لينس يبقى ده كله على بعضه في الاخر لازم يديني لينس، وده كله على بعضه البي تي اس 4 ده يديني لينس. يبقى اذا على طول البي في تي اس 4 يساوي لينس. حلو قوي. يبقى منها على طول البي هيساوي لينس على تي اس 4. يبقى وحدة قياس البي هنا لينس على تي اس 4. يبقى هروح اشوف الاجابة بتاعتي الاقيها فعلا هي الاجابة رقم دي. ليه؟ قلنا بتستنتجها من الشكل ده. اكس بتساوي حاجتين مجموعين، الاكس ده لينس يبقى لازم تساوي مجموع طولين، طول زائد زائد طول. يبقى انا هاخد الترم الاول، انا مش محتاج الترم الاول استنتج منه حاجه. انا محتاج استنتج وحده قياس البي اللي هي في الترم الثاني، يبقى البي في تي اس 4 يساوي طول او لينس. يبقى اذا هقسم الطرفين على تي اس 4، يبقى البي هتساوي لينس على تي اس 4، يبقى الاختيار رقم دي. طيب السؤال السابع بيقول لي The velocity of an object that is in equilibrium. سرعة الجسم اللي في حالة اتزان increases by distance value increased. كل ما المسافة اللي هتمشيها أو يمشيها الجسم ده السرعة هتزيد، ولا decreases by time، ولا increases by time، ولا constant. إحنا قلنا إن الجسم أول ما تلمح كلمة constant speed أو constant velocity معناها إن هو في حالة equilibrium. يبقى الجسم اللي في حالة equilibrium بيتحرك بكونستنت فيلوسيتي، السرعة بتاعته مش هتتغير ولا بالزمن ولا هتقل ولا هتزيد. نيجي للسؤال اللي بعده بيقول لي 1 نيوتن فورس produces an acceleration of 1 نيوتن قوة مقدارها 1 نيوتن هتديني acceleration كام؟ احنا قلنا ان 1 نيوتن يساوي 1 كيلوغرام في متر على الثانية تربيع. ده النيوتن. يبقى هنقول هيديني اكسلريشن مقدارها كام؟ هيقول لي هيديني اكسلريشن 1 سنتيمتر بير سكند سكوير وايل اكتنج اون ا بودي 1 جرام ماس؟ لا. سرعه
هيديني acceleration 1 سنتيمتر بير سكند سكوير while act while acting on a body of 1 كيلوغرام mass؟ لا، 1 متر بير سكند سكوير while acting on a body of 1 جرام mass؟ لا، 1 متر بير سكند سكوير while acting on a body of 1 كيلوغرام mass. ايوه، ليه؟ لان الفورس اللي هي الواحد نيوتن دي هي عبارة عن القوة اللي بتأثر على جسم كتلته. ها شايف انت دي واحد كيلو جرام علشان تكسبه عجلة واحد متر على الثانية تربيع. الفورس بتساوي الماس في الاكسلريشن. بالتالي يبقى الاختيار رقم دي هو الاختيار الصحيح. السؤال رقم 9 بيقول لي 10 كيلوغرام بلوك is propelled with a constant acceleration of 2 meter per second up a frictionless plane inclined at 30 degrees. يبقى الجسم ده كتلته 10 كيلو جرام والجسم ده موجود على سطح مائل والسطح ده frictionless inclined 30 درجة و في هنا بس جملة ناقصة أو الحدود بتاعي. الجسم ده موجود على سطح مائل أملس ملوش احتكاك بزاوية 30 درجة و F to the horizontal F G لو عجلة الجاذبية 10 متر على الثانية تربيع. The force acting on the propelled to plane to the plane pushing the block is. هنا بقى بيقول لي محتاج قيمة القوة اللي بتأثر على الجسم ده موازية للسطح المائل وبتدفع البلوك ده هتبقى كام. هنا بقى لازم نرسم المسألة بتاعتي وحلها بالراحة. طيب ناخد المسألة معانا. طيب هنا جسم كتلته 10 كيلوغرام والجسم ده موجود على سطح مائل. تعالى كده نرسم ادي السطح المائل اهو وقايل لي ان هو مائل بزاوية 30 مع الأفقي، هذه الزاوية دي 30 درجة. الجسم ده موجود هنا أهو كتلته 10 كيلو جرام وبيقول لي إن الجسم ده بيتشد أهو بقوة. إحنا محتاجين نعرف القوة دي مقدارها كام. السطح ده
املس. تعالى بقى ناخد الاكس والواي بتوعي. ادي الاكس اكسس قلنا بيبقى موازي للسطح، وادي الواي اكسس عمودي على السطح. طيب ايه القوه اللي عندي؟ تعالوا نشوف. في عندي قوه وزن لاسفل اهي، ويت يساوي ام في جي. هو قايل لي ان الجي ب 10 عشان يسهل عليا الحسابات، والكتله ب 10 يبقى الويت ده بيساوي كام؟ يساوي 10 في 10 يعني 100 نيوتن. حلو قوي. بعد كده نعمل ايه؟ بعد كده نروح نعمل ريزوليوشن للفورس. مفيش عندي اي قوة تانية، مفيش عندي اي قوة تانية. نعمل ريزوليوشن للفورس دي بتاعت الويت. لو الزاوية دي 30 هتبقى الزاوية دي 30 برضو. يبقى الويت هيبقى هنا كده على الواي ويت كوزاين 30، وهيبقى هنا كده ويت ساين 30. بقى اعمل ريزوليوشن للويت دي، هنا هتبقى ويت ساين 30. ساين 30 بنص، والويت 100، يبقى هنا هيبقى في عندي كام؟ هيبقى في عندي هنا كده 50 نيوتن. حلو قوي. هنا في قوة رد الفعل عمودية على السطح المايل ده، هتبقى النورمال فورس. قلنا طالما مفيش عندي احتكاك، هو جايب لي هنا بيقول لي فريكشنليس بلان، هنا سطح املس، يبقى مش ههتم بالنورمال فورس ولا اروح احسبها خالص. هو محتاج قيمة القوة في اتجاه الاكس، سيجما فورس اوف اكس، هنا سيجما فورس اوف اكس هتساوي ماس في اكسلريشن في الاكسلريشن. طب ايه القوه على الاكس؟ في فورس بتشد الاعلى ماينس ال 50 نيوتن بتاعه الويت ساين سيتا لاسفل ماينس 50 نيوتن، يساوي القوه الكتله بتاعتي عباره عن ايه؟ 10 في الاكسلريشن، هو مديها لي بكام؟ في 2. يبقى الفورس بتاعتي هتساوي، هنحرك ال 50 هناك بالبوزيتيف، هتبقى 50 بلس 30 بلس 20 هناك، يعني هتساوي 70 نيوتن. تعالوا بقى نرجع للاختيارات بتاعتي، نشوف هل ال 70 نيوتن دي موجوده في الاختيارات بتاعتي ولا لا؟ الاختيار بتاعي رقم دي موجود عندي اهو في الاختيارات، يبقى الاختيار هنا رقم دي 70 نيوتن. مسألة سهلة وبسيطة ولكن يعني مهمة وكويسة، بتقدر توجد فيها القوة اللي بتأثر على جسم على سطح مايل وبالشروط بتاعته، وتطبق سيجما فورس بتساوي الماس في الاكسلريشن. طيب السؤال رقم 10 في الام سي كيو بيقول لي A man travels to a planet، راجل سافر لكوكب ذات has twice the radius of the earth. الراجل ده راح لكوكب تاني والradius بتاع الكوكب ده نصف قطر الكوكب ده، twice the radius of the earth، نصف ضعف قطر او ضعف نصف قطر الارض، وكمان وتوايز ذا ماس، وكتلة الكوكب الثاني ده ضعف كتلة الأرض. بيقول لي بقى هيز ويت كومبير تو هيز ويت أون ذا إيرث إز، وزن الراجل ده على الكوكب ده هيساوي إيه؟ هنا هنرجع لقانون الجذب العام
قانون الجذب العام بيقول لي ان الفورس قوة جذب الأرض لأي جسم بيساوي جي في ام 1 في ام 2 على ار سكوير. طيب في الحالة الأولى هنقول إن ام 1 دي كتلة الأرض والار 1 دي هتبقى نصف قطر الأرض، يبقى هتبقى ار اير سكوير هنا على ام ايرز. في الـ M2 دي هتبقى M person كتلة الشخص بتاعتي، ودي هتبقى F1. طب لو الشخص ده انتقل على كوكب تاني هتبقى F2 قوة جذب الكوكب التاني ده للشخص هتساوي الجي بتاعتي ما اتغيرتش في M planet اللي هي كانت ايه ال 2 ضعف كتلة الأرض، يبقى 2 M years في M person الراجل ده كتلته ما اتغيرتش لما سافر الكوكب الثاني كتلته زي ما هي على هنا بقى نصف قطر الكوكب الثاني بيقول لي ضعف نصف قطر الارض، يبقى بقت 2 ار اير ولكن الكل سكوير هنا على الايه على الاثنين. يبقى لما تيجي تفك دي يبقى هيساوي هنطلع الارقام بره 2 على الاثنين تربيع تحت دي هتبقى 4 مضروبة في الجي في ام ايرس في ام بيرسون على ار ايرس سكوير. طب ما هو الحتة دي كده اهي دي عبارة عن ايه؟ دي عبارة عن قوة جذب الارض للشخص ده، يبقى بالتالي هنا القوة بتاعت جذب الكوكب الثاني ده للشخص بقت كام؟ بقت نص واحد على اتنين قوة جذب الأرض لـ F years. يبقى في الحالة دي يبقى هنرجع للاختيارات بتاعتي بتاعت الامتحان. يبقى قوة جذب الكوكب ده للشخص ده هل هتبقى دبل؟ لا تريبل، لا هاف، بقت نص نص، بقت نص قوة جذب. ليه؟ هو كتلة الكوكب الثاني ده بقت توايس بس الريديوس بقى توايس هو كمان، فبالتالي بقت 2 على 4 اللي هي 1 على 2. كده خلصنا الجزء الأول من الامتحان اللي هو عبارة عن 10 أسئلة ام سي كيو. طيب الجزء الثاني بيبقى عبارة عن مسألتين زي ما انت شايفين كده. أول مسألة بيقول لي 1200 كيلوغرام car pulls boat on a trailer. في عندي هنا عربية بتشد قارب أو لانش موجود على المقطورة بتاعها. هنا لما تيجي تتخيل الشكل، تعالى كده ناخد المسألة دي ونروح نحلها كده بالراحة. عربية اهي، العربية دي كتلتها 1200 كيلوغرام، ادي 1200 كيلوغرام، والعربية دي بتشد يعني مربوط فيها boat on a trailer. في عندي هنا مقطورة وعليها جسم تاني اللانش ده. السؤال بقى بيقول لي what is the total resist the motion of the car boat and trailer. ايه القوة المقاومة لحركة العربية دي
يبقى انا عايز القوة المعاكسة للحركة بتاعتي. لو العربية دي بتتحرك ناحية اليمين هتبقى القوة دي ناحية الشمال. طيب if the car exerts 2000 نيوتن on the road، يبقى القوة بتاعت دفع العربية دي للأمام هنا كده 2000 نيوتن. طيب produce an acceleration of 0.5 meter per second square، يبقى دي الاكسلريشن بتاعت كله. احنا قلنا كل الكونكتد اوبجكت ليها نفس الاكسلريشن. and the mass of the boat plus the trailer 800 كيلو جرام، الكتله دي كلها على بعضها هنا كده بتاعت البوت والتريلر 800 كيلو جرام. طيب ده السؤال رقم ايه؟ يعني مديني عربية كتلتها 1200 كيلو جرام بتجر مقطورة وعليها لانش، المقطورة واللانش كتلتهم الاثنين على بعض 800 كيلو جرام، والمقطورة القوة بتاعت العربية دي 2000 نيوتن، والاثنين بيتحركوا بأكسلريشن بتساوي نص متر على الثانية تربيع، وبيقول لي هات لي قيمة القوة المقاومة لحركة الاثنين. هنا بقى بيقول لي ايه؟ What is the force resist the motion of the car, boat and trailer؟ يبقى هو عايزك تتعامل مع دول كلهم كده كجسم واحد. اهو كده القوة الكلية اللي بتعاكس حركة الكار والبوت والتريلر مع بعض. طيب هنا هروح اطبق القانون اللي بيقول لي ان سيجما فورس على الاكس هتساوي ماس في اكسلريشن. طيب انت في ايه القوه اللي بتاثر عندك؟ انت في قوه الدفع للامام وفي قوه الريزيستنس الخلف اللي انت ما انتش عارف قيمتها كام، اف ار. يبقى انا هقول ان السيجما فورس على الاكس عبارة عن ال 2000 نيوتن ناقص الاف ار ناقص قوة الاحتكاك اللي انت او المقاومة اللي انت ما تعرفهاش هتساوي الكتلة الكلية. هنا بقى كام؟ ما هيش كتلة العربية بس ولا كتلة البوت والتريلر بس، لا دي هتبقى الكتلة الكلية اللي هي عبارة عن 1200 بلس 800 كل ده مضروب في الاكسلريشن اللي هي بكام؟ اللي هو قايل لي بنص متر على الثانيه تربيع. طيب يبقى هنا 1200 و800 2000 في نص يديني 1000. احرك ال 1000 هناك بالنيجاتيف يبقى بقت 2000 ناقص ال 1000 يساوي قوة المقاومة بتاعتي. يبقى قوة المقاومة بتاعتي الاف ار هتساوي كام؟ يبقى منها على طول الاف ار هتساوي 1000 نيوتن. دي القوة بتاعت المقاومة اللي بتتعوق حركة العربية والبوت والتريل. طيب السؤال الثاني بيقول لي What is the force that the hitch between the car and the trailer؟ عايز بقى القوة اللي موجودة في الكونكتنج هيتش ده، في الكورد اللي بيربط الاتنين ببعض. اف 80% من الريزيستنس فورس اكسبيرينسد باي ذا بوت اند تريلر، لو 80% من قوة المقاومة موجودة فين؟ يعني لما نيجي نقسم ال 1000 نيوتن دول هلاقي في منهم هنا 80%، يعني في هنا 800 نيوتن وفي هنا كام؟ وفي هنا 200 نيوتن. يبقى لما نيجي نرسم الرسمة دي تاني هعتبر ان الجسمين دول كل جسم لوحده. ادي الجسم التاني اللي هي البوت والتريلر اللي هي كتلتها 800 كيلو جرام. في هنا قوة بتشدها للأمام تنشن اللي أنا معرفهاش. في هنا ويت لأسفل
مش هيفرق معايا دلوقتي في حاجة، وفي عندي هنا نورمال لأعلى برضو مش هيفرق معايا في حاجة، وفي عندي هنا كده قوة FR2 اللي هي هتساوي 80% من قوة المقاومة، يعني هتساوي 80% من الألف، يعني 800 نيوتن. طيب الجسم الأول الكار ادي 1200 نيوتن، 1200 نيوتن، في عندي هنا 2000 نيوتن قوة الدفع بتاعت الموتور بتاعت العربية دي 2000 نيوتن، للأمام، وفي عندي تنشن للخلف في الهيتش أو في الرابطة ما بينه وما بين العربية التانية، وكمان في عندي هنا بلس في برضو للخلف قوة مقاومة FR1 هتساوي كام؟ لو هنا ال 1000 نيوتن في منهم 800 هناك، فيتبقى هنا كده 200 نيوتن. يبقى أنت ممكن تشتغل المسألة دي وتحلها بواحدة وتشيك على إجابتك بالتانية. أنا برضو في كل الحالتين أنا هقول إن مجموع الفورسز بتساوي ماس في اكسلريشن على الاكس برضو، يبقى هنا هقول بالنسبة لرقم واحد ده الإجابة A وده الإجابة رقم B. برضو هقول بالنسبة للبوت والتريلر تنشن ماينس الفريكشن أو قوة الريزيستنس 2 يساوي الماس بتاعة البوت والتريلر M2 مضروبة في الأكسلريشن اللي هي كام؟ اللي هي برضو نص. طيب انت عارف دي، يبقى التنشن بتاعك او التنشن اللي موجود في الهيتش هيساوي الفريكشن او الريزيستنس فورس اللي هي هتبقى 800 زائد الام 2 اللي هي 800 كيلو جرام مضروبه في نص، 800 في نص ب 400 زائد 800 يعني هيساوي 1200 نيوتن. يبقى قوة الشد في الهيتش أو في الرابطة ما بين العربية والبوت والتريلر تطلع ب 1200 نيوتن. طيب تعالى نشيك على الإجابة باستخدام الحالة بتاعت العربية. برضو بالنسبة للعربية مش للبوت والتريلر بقى، بالنسبة للكار في عندي هنا 2000 نيوتن قوة الشد أو قوة الدفع بتاعة العربية ناقص قوة المقاومة بتاعة العربية لوحدها اللي هي FR1 اللي هي 200 نيوتن ناقص التنشن اللي أنا معرفوش يساوي الماس بتاعة العربية الـ M1 مضروبة في الأكسلريشن بتاعتي. برضو المجهول الوحيد هنا هو التنشن، يبقى عندي هنا كده 2000 ناقص قوة المقاومة بتاعة العربية احنا قلنا مقسومة 20% و80%، فبالتالي ناقص 200 قوة المقاومة بتاعة العربية ناقص التنشن اللي انا معرفوش يساوي الكتلة بتاعة العربية كام؟ 1200 في نص في الاكسلريشن بتاعتي اللي هي بنص، 1200 في نص ب 600 نجيبهم من حد هنا بالنيجاتيف، يبقى هنا 2000 زائد 200 1800 ناقص ال 200، لا خلاص 1800 اللي هي 2000 ناقص ال 200 ب 1800 ناقص ال 600 اللي جت من الناحيه الثانيه، وهنحرك التنشن ناحيه اليمين بالموجب، يبقى التنشن برضو هيبقى هنا بكام؟ هيبقى برضو 1800 ناقص ال 600 ب 1200 نيوتن، يبقى انا حلي صح، يبقى انا هنا خلصت المسألة وحلتها وشيكت على الإجابة بتاعتي كمان مظبوط. المسألة دي هتلاقوها مثال محلول في محاضرات السنين اللي فاتت المتسجلة، ولكن برضو حلها بسيط زي ما انتم شايفين، مش صعب. هو الكلام هيخوف
ولكن لما بتحل المسألة واحدة واحدة كده وترسم الفري بودي دياجرام لكل جسم لوحده وتقدر تتعامل مع المسألة ببساطة، بتلاقيها مسألة في الآخر ما هيش صعبة. طيب نكمل السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده بيقول لي an archer stands on at rest on a frictionless ice and fires 0.5 kilogram arrow horizontally at 50 meter per second. The combined mass of the archer and bow is 16 kilogram. With what velocity does the archer moves across the ice after firing the arrow? هنا فاكر المثال اللي كان موجود في شابتر 7 بتاع البندقية اللي بتطلق قذيفة، وكتلة البندقية دي كانت كام، وكتلة القذيفة كانت كام، والقذيفة بتنطلق بسرعة كام، وهات لي سرعة ارتداد القذيفة للخارج. هنا الراجل برضو واقف على frictionless surface، واقف على سطح. قلنا لما نشوف كلمة ice surface أو frictionless surface يبقى الراجل ده هيحصل له إيه؟ هيحصل له زي ما حصل للبندقية، هيرتد للخلف. فبالتالي سرعة ارتداده هتبقى ازاي؟ طيب تعالوا هنا نشوف المسألة نحلها ازاي. هو هنا انا بالنسبه لي الراجل اللي واقف بيطلق السهم ده عباره عن اوبجكت، والاوبجكت ده موجود على سطح املس في الهواء كده. الراجل ده كتلته بالحاجه اللي هو شايلها كلها 60 كيلوغرام. طيب الراجل ده بيطلق سهم، السهم ده كتلته نص كيلوغرام، والسهم ده بيمشي او بيتحرك بينطلق بسرعه في ارو بتساوي خمسين متر على الثانيه. وبيقول لي الراجل ده هيتحرك بسرعة كام؟ V أركر بكام؟ اللي احنا هنسميه V مان بكام؟ دي اللي انا معرفهاش. هنا مسألة conservation of momentum، ال B initial لازم يساوي ال B final. ال B initial بتاع الراجل وبتاع السهم قبل الإطلاق كان بصفر، لأن سرعة الاثنين قبل الإطلاق كانت بصفر، يبقى هيساوي مجموع المومنتم بعد الإطلاق، هيبقى M كتلة الراجل M مان في ال V مان بلس كتلة السهم الأرو مضروبة في ال V بتاعة الأرو. بقت معادلة بسيطة، أنا عارف كتلة الراجل بكام؟ كتلة الراجل كانت ب 60، يبقى 60 مضروبة في ال V بتاعة المين اللي هو المفروض أنا بحسبها، زائد كتلة الأرو بنص كيلوغرام. خلي بالي طبعا من اليونتس، عندي اليونتس كلها بالكيلوغرام والسرعة بالمتر بالسكند، خلاص أنا مش محتاج أحول حاجة. في سرعة الأرو بكام؟ في 50 متر على الثانية، كل ده يساوي صفر. يبقى هلاقي هنا إن الـ V سرعة الراجل ده الـ V مان هتساوي، طبعا هحرك النص في 50 بـ 25 الناحية الثانية بالسالب، يبقى سالب 25 على 60 اللي هي تقريبا هتساوي كام؟ لو حسبناها كده بالكالكوليتر 25 على
60 تطلع 0.41، يعني هتساوي تقريبا ماينس 0.41 متر بير سكند. خلي بالك طلعت السرعة بالسالب، ليه؟ علشان الراجل ده ارتد للخلف، الراجل ده اتحرك ناحية الشمال بسرعة مقدارها 0.41 متر بير سكند. يبقى هنا جبنا سرعة ارتداد الراجل ده بعد ما رمى السهم، ولقيناها طلعت 0.41 متر بير سكند. نرجع تاني للامتحان. ده كده كان آخر سؤال في الامتحان بتاع المتر 2023-2024 الفيرست تيرم.